جارتي والقصاصبة الشيخ بوغوفالة والجلالي حلوز وقلاقلي سعيد الوهراني خاطر كان حاج بلي حول الأحباب اللي يحبونا في خاطر رابح الأصفر البريح وبخاطر كان حاج أحمد القبلي مازال يجيبك ربي ويجي وتخاي يا لسي تخاي يا لسي تخاي يا لسي بيديك ربي وتحي بين يدي يا مشي مسموح لك الجلالي لا تارك بمولة الفن يا إذا خضنا قولا مطلقة مولة الفن يا إذا خضنا ولا طائل جوا هضر مع أخويا وعليه هلا وعندي الدروة ونرفدك من البلاد مولة الفن يا إذا خضنا قولا مطلقة مولة الفن يا إذا خضنا ولا رائش عائقة وبغفل واه وعندي الدروة نضرب خيتي في الطريق مولاة الفلا يا إيزان غضب الله ولم طايا القط مولاة الفلا يا إيزان غضبنا ولا رائج عاه وما يبقى ما نهدر مع كامرة مولاة الفلا يا إيزان غضب الله ولا مطلقة مولاة الفلا يا إيزان غضبنا ولا رائج عاه ماشي بيا مولاة الفلا يا إذا غضب الله ولا مطلقة مولاة الفلا يا إذا غضب الله ولا رائج عاه تحية قلبها جلالي خويا هذه راه مهدية للحاج الطاكسية تاع سيد العنتري ومعاونة للجلالي الطاكسية تاع مرجان والأحباب اللي يحبوه عمر تاع السانكيام وقلبي بغي وحده ماشي ثمانية مولاة الفلا يا إذا غضب الله ولا مطلقة مولاة الفلا يا إذا غضب الله ولا رائج عاه ربي يعطيني فيهم نضرب ذيب ذيب الفلايا إذا غضبنا أولا مطلقة مولاة الفلايا إذا غضبنا أولا رائج عاه وذا نهار التالي بيني وبينها مولاة الفلايا إذا غضبنا أولا مطلقة مولاة الفلايا إذا غضبنا أولا رائج عاه شو بدي المكتوبة الجيالي خويا هدية من عند الجيالي حلوز بخاطر قادة أبو حسيني والأحباب اللي يحبوه